الحياة ملازمة للموت، موازية للموت. عملية البناء والهدم بيحصلهم في نفس الوقت في الكائن الحي. الشجرة بينبت فيها ورق أخضر جديد، وفي نفس اللحظة بيقع فيها ورق أصفر ويموت. الإنسان كل يوم بيموت من جلده خلايا بلا عدد، تتغسل في الحمام بتاع الصبح وينمو بدلها خلايا جديدة. كل ساعة يموت في الدم 60 مليون خلية، يندفنوا في الكبد ويتعمل منهم الصفرة ويتولد 60 مليون خلية جديدة. عمليات الموت والحياة شغالة باستمرار جوه الكائن اللي ماشي على رجليه. البنى والهدم مترافق مع بعضه في نفس اللحظة. لو البنى عمليات البنى بقت لها الرجحان بنسمي ان الحياة لها الغلبة والكائن حي وصاعد. لما عمليات الهدم يبقى لها رجحان بنقول ان الكائن حي في طريقه للموت، ونبتدي نعد عد تنازلي. لكن الموت والحياة ملضمين في بعض. الحياة هي مقاومة الموت، وعشان كده الموت داخل في طرف. الموت أصبح طرف عملية الحياة نفسها. قطعا اللي بيسمعونا وبيشوفوا الحلقات كتير منهم سأل، أنا اتخلقت ليه؟ ليه ربنا خلقني؟ واللي تابع الحلقات ممكن يجاوب من نفسه، لأن احنا شفنا ازاي ان ربنا لما خلقنا اعفانا من وظائف كتير، يعني زي الهضم والتنفس والدورة الدموية والحاجات دي كفلها هو بنفسه سبحانه وتعالى بأوتوماتيكيات وآليات مخصوصة، فحررنا من كل انواع الوظائف دي وفرغنا. فرغنا لإيه؟ فرغنا لطلب اعلى المعارف واشرف الاعمال. وأعلى المعارف إيه؟ أعلى المعارف معرفته، لأنه هو أعظم معروف. وأشرف الأعمال هي عمل الخير، وهي دي العبادة. بنقول ما خلق الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس يقولوا الله، طب يعني إيه مصلحة ربنا في إن إحنا نعبده؟ هو ملوش مصلحة فعلا، ده إحنا إحنا اللي لنا مصلحة. ربنا غني ومستغني، إحنا مش مستغنيين، إحنا اللي محتاجين. لأن العارف بحكم معرفته لله في بينه وبين ربنا صلة، ففي حبل ممدود زي حبل سري بين الجنين والأم، بيتلقى غذاؤه كل يوم. إنما الكافر الممتنع المنكر الجاحد هو ده اللي قطع الصلة بينه وبين ربنا. فزي تمام ما تيجي تقطع حبل سري بين الجنين والأم، الأم مش هيجرى لها حاجة، اللي هيجرى له حاجة ويموت هو الجنين، إنما الأم مش هيجرى لها حاجة. فكذلك الله سبحانه وتعالى غني مستغني عن العالمين، احنا اللي محتاجين. وبعدين في النهايه المساله هتفرق كتير قوي. في فرق بين الحراميه والبلطجيه والنشالين واللي عيشتهم محششه وعكوف على الشهوات.